بنوريكم طريقة تقفيل الأبواب المحمية الجديدة، تصلح على أي يعني حظير عندك، حمام، طيور، أي شيء، على أساس أنه ما يطلع، كيف يقفل الباب بسرعة بدل ما تروح تشتري دفاش تخسر، وغير مكلفة. وهذه هي، يا ما شاء الله تبارك الله، بسم الله. كل اللي تحتاجه بكرة زي هذه، شفت البكرة ذي؟ هذه موجودة في شارع الرين، قيمتها تقريبا حوالي 9 ريال 8 ريال إلى 10. زين، واير زي هذا، طبعا الواير هذا تبغى بالمتر أو باللفة، وخيشة، خيشة رز تبيها رمل. يلا، هذا الواير يجي باللفة وسعره رخيص، يعني يجي أنواع كثيرة وكلبسات اللي تربط هذه. طبعا تأخذها على حسب مقاس الواير أو أكبر من شيء بسيط. وهذه تشدها، هذه شوفوا دخل وايرين، ربطناه هنا ومررناه بالبكرة وبعدين ربطناه في الباب هنا. الحين شوفوا فك البكرة كذا، يلا افتح، يسحب زين، فكه بس، افتح فكه او يسكر اوتوماتيك. وهذه اغراضه كامله، طبعا بنطلق عليه اسم الرداد المختصر، مختصر وموفر ولا في تكلفه وسهل. قفيزين اثنين وبكره، هذه كلها تباع في محل واحد، والواير هذا. وش بقي لك؟ خيشه رز ورمل، اي كيس حتى لو ما اشتربطه ورمل، خلاص انتهى الموضوع. تركبها ونبدع ما يكون. كل هذه ما تكلف، ما احنا بقايلين 15 20 ريال.